السلام عليكم الاحباب الصحاب، كي دايرين اليوم؟ عندنا واحد الخريجه شرجينا الطوموبيلات مع الاصدقاء وغادي نشدو الطريق ان شاء الله. بقاو معنا نشوفوا فين غادين. المهم غادي نبداو من رالي نورس كالورينا ولا ديرهم نورس كالورينا، غادي نشدو الطريق حتى الكوست لهاد البلاصه بالضبط، فين هاد البلاصة هي فاش غادي نركبو في الفيري اللي هو واحد الباطو غادي يقطعنا للجهة الأخرى ديال ديك الجزيرة. الطريق كتاخد 191 مايل وتدوز فيها واحد 3 سوايع وربع، ولكن هادي من ديرها. فهاد اللحظة حنا وصلنا وكنتسناو داك الفيري يجي باش نركبو باش نقطعو للجهة الأخرى. لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله كلشي مزيان. بخير. You feeling good؟ بابا عنده الكوبرا. You feeling good now؟ Good. سي موشن ديرو هنا خويا، تشوفوا الحيره ديال غازي كيطالع، الحيره بلا حمص. فين غاديين؟ فين غادي بيا خويا؟ فين غادي بيا خويا؟ دابا في هذه اللحظه غادي نبداو نطلعوا الطوموبيلات الفيري. اذا زكريا راه داخل وهما اللي تيختاروا واش من طوموبيل دخل الاولى واش من طوموبيل دخل موراها اصحاب الفيري. دابا الطوموبيل اللي فيها انس وجلال داخله وموراها غادي يدخل الطوموبيل ديال غازي، وتنتسناو رشيد باقي ما وصل. الور قال لك قريب، قال لي شي 5 دقائق ويوصل، نتمنوا يوصل مع الوقت باش يمشي معانا. ها هو رشيد وصل في الوقت المناسب بالضبط باش جاي باش داخل. حنايا كانت عندنا ريزرفيشن مع 3 د العشية، اما زكريا القباج اللي هو هنايا في التصويره بالكارافان ديالو كانت عنده ريزرفيشن مع الوحدة النهار هو يدخل، سكيفي هو دخل قبل منا. دابا غادي نمشيو باش نتبعوه. اذا دابا غادي نوريكم منين غادي يمشي بينا هاد الباطو ولا الفيري. وصلنا حنايا بالطوموبيلاتنا حتى لهاد النقطه اللي هو كاب لوك اوت كابينز اند كامبس فيري سيرفيس، وهاد الفيري اللي كيلو فيري هو اللي غادي يمشي في هاد الطريق اللي كتشوفوا، وهاز طوموبيلات باش يحطهم من الجهه الاخرى اللي كاينه في هذيك الجزيره، حيت هذه البلاصه ما عندهاش شي طريق باش تقدر تدخل ليها. الطريقه الوحيده باش تقدر تدخل هي انك تدخل في هذا الباطو. منين وصلوا لديك النقطه خاصنا نسوقوا في هذه الجزيره على الطول ديالها باش نوصلوا في هذه النقطه اللي تيبان فيها زكريا القباج اللي دخل قبل منا الصباح. سو تما غادي نحطوا الكامب جراوند ديالنا ونحطوا القياطن وداكشي في هذيك النقطه. نمشيو دابا تشوفوا الفيديو حنا سايدين. في هاد اللحظات تنهبطوا من الطوموبيلات من الباطو، اذا ما بقى لا شانطي لا والو، كاين غير الرمله، داكشي علاش كنا كنفشو روايد قبيله وخصنا نسوقو دابا في الرمله المده ديال تقريبا 45 دقيقه حتى الساعه باش نوصلوا للنقطه اللي وريتكم فيها زكريا، اللي تما بغينا نحطوا القياطن وداكشي ونريحوا هاد اليومين ولا 3 ايام. بالنسبه لهاد الجزيره ما كاين فيها والو، الحاجه الوحيده اللي تقدر تشري منها
هي ليسانس محتمل يغالي شوية، والآيس تلج باش تبرد دير تلاجة ديالك باردين. أما التباقي خاص كل شيء تجيبه معاك، لا من عواد العافية، كل شيء كل شيء اللي باغي اللي غادي تحتاجه في هذيك اليوم ولا ثلاثة أيام تجيبه معاك. ملي كتوصل في الفيري كتشيكي ان، تعطوك واحد ستيكر وكتسيني شي وراق كتعمر تياخذوا النمره ديال الطوموبيل وداكشي باش تعرفوك راك دخلتي. اما الثمن باش تخيم ولا باش تحط الكيطون ما كاين حتى ثمن. الحاجه الوحيده كتخلصها هي 16 دولار بيرسون الا قطعتي على رجليك، ولا قطعتي بالطوموبيل كتزاد الطوموبيل على داك الثمن ديال 16 دولار، وكل طوموبيل على حسب الكبرى ديالها على حسب شحال كتخلص. المهم حنايا بالنسبه للطوموبيل ديالي وجوج الناس، هاد الجيب وجوج الناس، جاتنا تقريبا 120 دولار باش نقطعوا لهاد الجهه، فيها لالي وفيها الروتور. مورا هاد الشيء ما كتخلص حتى حاجه اخرى باش تريح. ودابا نخليكم مع واحد السينيماتيك ديال هاد الطريق. اذا في هذه اللحظه وصلنا للبلاصه فين نحطوا القياطن ديالنا، وتنظن كان الاختيار ديال زكريا القباج في محله اختيار ممتاز. انا سير ولا ضربي مات في حقي هيك وعقلي وديالي هذا يا ما كانوا يشوفوني بشوفه نفسها، واللي بغيتها ما كانتش بيا حاسه، كانت كتسنى حدي وتدور وانا كنسنى تسول القرى اللي حابسه وغريب ماشي بحال كل شيء. شوف ما تروح البصري مش خلاص شي حاجه جاي انا نقول لك تقدر نلقى في المغرب الخاص وين البوسطه محال امي تلقاهم يا اول اوفر ذا بليس اذا اللي وصل هنايا راه شاف شي شويه، ولكن داكشي اللي جاي هو الواعر. سو اللي وصل هنايا يضرب لي ديك لايك ويخلي كومنت بلا وصل هنايا، حيت هادشي اللي غادي يجي من بعد ممنوع 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 على القلوب الضعيفه. دابا درنا شي شويه، درت شي شويه المونتاج ديال هادشي ديال هاد الليله وداكشي اللي غادي يكون غدا، ولكن هاد المونتاج خفيف ظريف وعين لقطات من هنا ومن هنا على قد حالي داكشي اللي تنعرف ليه، و
هو اللي غادي يجي من مورا هاد الشيء نتفرجوا فيه مجموعين سوا يجمع العشيه والغد ليه ذا هول داي النهار كامل. سو مرحبا بكم اللي باقي ما تسكرايب يضرب لي ديك سبسكرايب حتى هي ونمشيو نشوفوا كيفاش غادي يطلع هذا المونتاج. بقاو معنا. Escucho, me llegan tus respuestas en este mundo oscuro. Oh, por el que vagamos buscando algún sol que nos dé la vida, que encienda nuestro amor. Escuchar.